المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب قال إن الحكومة نظمت عدة لقاءات وأنشأت اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وأعدت مشروع قانون انتهت منه منذ عام ونصف. أضاف خلال كلماته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر مكتبه بمجلس النواب إن مشروع القانون تم مراجعته بمجلس الدولة وإرساله لمجلس النواب منذ شهر يونيو عام 2016. أشار إلى أن الحكومة أعطت ملف الهجرة غير الشرعية أهمية قصوى منذ أعوام كثيرة لأنه يعتبر أمن قومي في ظل تنامي التنظيمات الإجرامية التي تنظمه. أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص العقاب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية نظرا لعدم وجود عقوبات رادعة، وأنه تبنى نهج شامل مبني على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين وينظر إليهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون للحماية والرعاية. من جانبه طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب من اللجنة التشريعية بالبرلمان عقد اجتماع طارئ لمناقشة قانون مشروع قانون الهجرة غير الشرعية المقدم من الحكومة. كلف رئيس المجلس اللجنة بسرعة الانتهاء من القانون بحيث يكون مطروحا للنقاش على المجلس خلال أولى جلسات البرلمان. رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة بينضم لي على التليفون تعليقا على هذا القانون بالتحديد وغيره في دور الانعقاد الثاني. برحب بحضرتك سيادة المستشار. أهلا وسهلا. أهلا سربيان. سيادة المستشار، يعني قوانين كثيرة منتظرين دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، ربما جاءت هذه الحادثة لتجعل من هذا القانون أولويات. حضرتك إزاي بتنظر إلى هذا الأمر في شكله العام وفي شكله الخاص كقانون؟ هو فيما يتعلق بمشروع القانون قبل الحادثة الأخيرة إحنا في اللجنة الدستورية والتشريعية عرضنا لمشروع القانون ووافقنا عليه من حيث المبدأ، وأجلنا لليوم التالي لمناقشة مواد المشروع مادة مادة وفقا لما تقضي به الضوابط في فن التشريح في هذا الخصوص. نعم. إلا أنه تصادف أن في اليوم التالي كنا أمام المشروع المقدم بشأن بناء وترميم الكنائس، وهذا القانون باعتبار أنه يرسخ للوحدة الوطنية كان له أولوية خاصة، ومضينا في القانون حتى صدر تقرير من اللجنة وعرض على البرلمان في الجلسة العامة ووافق عليه، وبهذه الموافقة كنا أمام انتهاء للدور التشريعي الأول. إنما فيما يتعلق بالقانون، مشروع القانون، سنعقد جلسة إن شاء الله يوم الثلاثاء الساعة 2 ظهرا، وأرسلنا إشارة لجميع النواب أعضاء اللجنة بإذن الله تعالى للانعقاد، وسنناقش مواد المشروع، وسيكون تقرير اللجنة جاهزا للعرض على رئيس اللجنة لكي يعرض في الجلسة العامة إن شاء الله في بداية الانعقاد الثاني يوم 14 إن شاء الله، باعتبار أن هذا المشروع أو هذا القانون لا يهم مصر فحسب، وإنما بيهم المجتمع الدولي كله، لأنه بيتعلق بظاهرة إجرامية دولية خطيرة بتتاجر في أرواح البشر في هذا الشأن، الهجرة غير الشرعية. والقانون بينظم عقوبات رادعة بتصل إلى السجن المشدد المؤبد إذا ترتب على الجريمة وفاة أحد الأشخاص، كما ينظم كيفية تنفيذ ما يصدر من أحكام وملاحقة المجرمين في هذا الشأن سواء كانوا داخل مصر أو خارج مصر. يعني هو مشروع قانون متكامل، ويعني برضو عشان طيب أنا هنا بعاقب أسرة
اللي سافر يعني، ولا بس بعاقب المهرب وصاحب المركب؟ احنا بنعاقب المنظمات في هذا الشأن، يعني النص بيعاقب الجماعات الإجرامية التي تنظم أو تكون منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، إنما بنعتبر أن المهاجر مجني عليه في هذا الشأن. إذا كان هناك مجال لعقاب آخر بتنظمه قوانين أخرى، يعني بسافر بدون ترخيص سفر أو بدون تأشيرة أو خلافه، دي عبارة عن مسألة أخرى. إنما الهدف الأساسي من هذا القانون هو محاربة وتعقب هذه الجماعات المنظمة التي بتستغل حاجة أناس أبرياء، سواء بيستغلوهم ماليا لأن بتصل إلى 30 و40 و50 ألف جنيه بالنسبة للمهاجر، ثم بعد ذلك بيلقوا به في أتون خطر ومخاطر وبيعرضوا حياة هؤلاء الأبرياء للخطر. فالمقصود أو العلة أو الغاية المتغياة من إصدار هذا القانون هو ملاحقة هذه الجماعات المنظمة الإجرامية في هذا الشأن، سواء فيما يتعلق بتشديد العقوبة أو فيما يتعلق بإجراءات وملاحقة هؤلاء المجرمين في أي مكان وجدوا لتنفيذ العقوبات الرادعة التي تضمنها مشروع القانون اللي هيصدر به إن شاء الله ويعرض ويصدر القانون بعد إقراره من مجلس الشعب من رئيس الجمهورية. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا المستشار بهاء أبو شوقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب والفقيه الدستوري والقانوني.